اهلا ومرحبا بكم مجددا، عدنا لكم بهذا العود الجميل. اليوم مواصفات العود عندنا: الوجه من السيدار، المضرب والزخارف حولين الشمسيه والقمريات من المهوغني، كذلك عندنا الظهر كامل من المهوغني الافريقي، جميل جدا عروقه وصوته مميز بشكل مميز. طبعا المهوغني الافريقي هذا هو يا شباب، نسمع صوته بعد شوي ان شاء الله حنسمعه اكيد. المفاتيح من الأبانوس درجة أولى، المسطرة من المهوغني كذلك مخدم الروح العود كامل. عندنا الزند عياري من هنا نقدر نتحكم بالدوسة هو من خلال الشد والرخي، وهذه الميزة تحمي زند العود من التقوس مع مرور الوقت. ما في داعي أنت تروح لأي صانع يعدلك يا مجرد بالبيت شد بسيط رجع الزند لورا صارت الأمور على طبيعتها. عندنا الأوتار من الأكويلة الحمراء توزان تودهو نحن أكيد. قياسات هذا العود عندنا: العرض 36، العمق 20، طول الزند 19.5، عرض العظمة 3.8. هذه مواصفات العود بالكامل، نسمع الآن صوته ونستمتع فيه أكيد إن شاء الله. نبدأ بدون
وصلنا لاختام حلقة هذا العود، نجري الاختباء الأخير وهو العزف على الفينجر بورد كامل. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.